نشتغل على جمع وفتح نقاش مؤسساتي مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني لكي نطور قانون مؤثر عام للتنوع البيولوجي يضمن ويجمع ذاك الفيز واحد العلاقات عندنا فيها مجموعه القوانين وجب ان تجمع في قانون عام وانا ذاك ممكن ان نصل اما الى قانون جامع او الى مدونه. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتنوع البيولوجي باش توصل المعلومة للمغاربة. هذا الموضوع شديد الأهمية فيما يتعلق بالسلامة الصحية بالتغذية بالأمن الزراعي وبالأمن الفلاحي عموما، على اعتبار أن 17% من الناتج الوطني الخام كتجينا من الأمن الزراعي ومن أمن الفلاحة عموما. لماذا هذه السنة عندها خصوصية في الاحتفاء الأممي العالمي؟ لأن صدر تقرير بمؤشرات مقلقة كيقول أن الوضع في العالم غير مريح فيما يتعلق بالبنية ديال التنوع البيولوجي بكل ما خلقه الإنسان من 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 أحياء من نبات ومن وحيش ومن أيضا فيما يتعلق ببلادنا في الجبال في الساحل في البحر في الثروات البحرية. إحنا حيينا الدراسة اللي كتعتبر الخريطة ديال أشنو عندنا في بلادنا في التنوع البيولوجي. كما كتعرفون المغرب عنده 24,000 من الأنواع الأصناف الحيوانية 7,000 من الأصناف النباتية. كنأمنوا إحنا كبلد 11% من الناتج الوطني الخام، داكشي اللي كيكون عند المغاربة من الزراعة من الأمن في الزيوت في كل ما كيتقدوا المغاربة من التنوع البيولوجي هو الزخم الكبير ديال البلاد. بالتالي أي أثر ما حافظناش على البنية الإيكولوجية وما حميناش هذه الأنظمة البيئية، الأثر ديالها كيكون شديد على الصحة ديال المغاربة وعلى التغذية ديالها.